طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس بنراجع الباب الرابع بشكل سريع. الباب الرابع بيحكي عن الفانكشنز أو الدوال. طبعا تعريف الدالة هي عبارة عن كود، بس الكود هذا ريوزابل، بمعنى آخر إنه أنا عندي بلوك أوف كود، تمام، والبلوك اوف كود هذا ممكن اعيد استخدمه، بكتبه مره واحده وبعيد استخدمه اكثر من مره. معنى ذلك انه انا بقدر انه انا استدعي هذا الكود او اعمل له استدعاء اكثر من مره. طبعا الادفانتج للفانكشنز، يعني احنا ممكن انه هنا نعرف The function is a reusable block of code. أو بمعنى آخر، write once, call many times. أنا بستدعي مرة واحدة، بكتبه مرة واحدة وبستدعي أكثر من مرة، تمام. يبقى الدالة هي عبارة عن reusable block of code، بكتبه مرة واحدة وبستدعي عدة مرات. طبعا الفائدة من هاي الشغلة إنه بعيد أستخدم كود. ليش؟ إنه أنا عندي جزئية معينة في الكود إنه بحتاجها في أكثر من مكان أو أكثر من مرة، إنه أنا بدي أضطر أعيد أكتبها، فبالتالي إنه ممكن إنه بعيد أستخدم الكود بشكل كبير، فبالتالي بتوفر علي. هذه شغلة. الشغلة الثانية، ممكن انه ما استخدمش هذا البلوك اوف كود اكثر من مرة، ولكن انه اكتب الكود على شكل دوال. انا عندي البرنامج كله على شكل دوال، ببسط او بيساهم في تبسيط الكود انا عندي بشكل كبير. وهذه شغلة مهمة، لما يكون انا عندي الكود كبير او البرنامج كبير، تمام، ممكن اجزئه لمجموعة من الدوال، بالتالي ببسط عندي البرنامج بشكل كبير. طبعا في ملاحظة مهمة بخصوص استخدام او اختيار اسماء الدوال. اسماء الدوال لازم تكون verb phrase، لانه هي بتسوي action معين، على خلاف الvariables. الvariables لازم تكون noun phrase، لأنه هي عبارة عن أسماء لأماكن في الذاكرة، وكل متغير بيحفظ شغلة معينة، ولازم يكون بيدل على هاي الشغلة شو هي بالضبط. لكن زي مثلا أنه زي ما ذكرنا أنه نرجع يعني نستحضر بعض الأمثلة بخصوص الـ variable names، اللي هو زي الـ student name أو الـ student ID أو الـ car speed. هذه كلها عبارة عن noun phrase، إنه بتكون مناسبة للـ variables، لأسماء الـ variables. أما بخصوص الدوال، لازم إنه تكون هي verb phrase، لأنه الدالة بتسوي action معين. يعني على سبيل المثال compute sum، هذا عبارة عن good function name. طبعا car speed هذا مش اسم مناسب، لأنه هذا عبارة عن noun phrase، لكن ممكن إنه يصير get car speed، فبالتالي إنه هذا اسم جيد للدالة. أو مثلا increase car speed، هذا برضو كذلك اسم مناسب. فبنحرص إنه دائما إنه نختار أسماء ال variables، أسماء الدوال عفوا، إنه هي تكون verb phrase. طيب، طبعا في شغلات مهمة بخصوص كتابة الدوال، إنه يعني خلينا أول قبل ما نحكي عن الـ bad practice، خليني هنا أضيف جزئية إنه الـ function أو الـ syntax، كيف أكتب دالة. طبعا بعمل def اسم الدالة، على سبيل المثال بدنا نسميها F1، تمام. وهنا ممكن تاخذ parameters B1 B2، تمام. وهنا في هذه الجزئية ممكن اكتب الكود تبعي، كود بهذا الشكل.
تمام. فبالتالي انه الكود هنا ممكن نكتب pass، لانه انا بدي اكتب دالة فاضية، معنى ذلك انه انا عندي الدالة انه انا مستعجل، بس مجرد انه انا بدي اعرف كيف تنكتب الدالة. تنكتب الدالة انه بعمل def، بكتب def define تمام لا دالة، هذه اسم الدالة تمام. وطبعا بين القوسين انا هذه عبارة عن باراميتر، ممكن الدالة تاخد ما تاخد ولا باراميتر، او ممكن تاخد باراميتر واحد او 2 باراميترز او 3 باراميترز قد ما انا بدي او قد ما انا بحتاج تمام. فهنا في هذه المنطقة انا بحط الماي كود، وانا عشان هنا مستعجل انه انا بحط باس. باس هذه عبارة عن empty statement تمام. يبقى هذه جزئية التعريف، جزئية الاستدعاء بس مجرد انه انا بعمل اف واحد بهذا الشكل وبعطيها مثلا 3 و4. فبالتالي هنا 3 راح تروح لبي 1 و4 راح تروح لبي 2. فهذا التعريف وهذا الاستدعاء. فبالتالي هنا ممكن نعمل define function هذا البلوك كله اللي هو من line ولاينز من 2 لغاية 4 تمام. وهذه الجزئية هنا call يعني استدعاء الدالة. استدعاء الدالة معنى ذلك ان انا بطلب تنفيذ هذه الكود الخاص بالدالة. فبالتالي هنا بكتب الكود تبعي. لاحظوا جزئية الانتنديشن كذلك، بنرجع بنركز على الانتنديشن هنا في البايثون، انه هذا الكود كله 3 و4 تابع للدالة اف 1 تمام. طيب الآن في عندي bad practice في الدوال، إنه شغلات خاطئة أو شائعة إنه المبرمجين إنه هم بيعملوها، وهذه الأشياء مش كويسة. على سبيل المثال إنه أنا بعمل input و output جوات الدالة. طبعاً السبب في ذلك إنه هي ليش مش كويسة، لأنه هي بتعمل تقييد. أنا عندي بتقيد استخدام هذه الدوال. فبالتالي في هذه الدالة هنا عرفت الدالة اسمها say hello تمام. def say hello تاخدش ولا باراميتر، وهنا عملت input جوات الدالة وعملت output جوات الدالة. فهنا عرفت متغير النيم، وبدي اخد input من الكيبورد انه خلي المستخدم يدخل اسمه، وهنا بدي اطبع hello زائد name انه بدي اعمل concatenation، رسالة ترحيب hello زائد اسم المستخدم اللي دخله تمام. طبعا ليش هذا الشيء سيء؟ لانه انت اجبرتني انه انا اخد input من command line interface. طبعا command line interface هي الشاشة السوداء هذه سيامي تمام، انه انا بشغل البرنامج البايثون. انا عندي زي هيك بايثون وبكتب اسم الفايل file.py اللي هو الفايل هو بيمثل اسم البرنامج. فبالتالي هنا اجبرتني انه انا ادخل الارجمنت في استدعاء الدالة من الكوماند لاين انترفيس من الكيبورد، لانه انا عندي في استدعاء الدوال او في استخدام الدوال مش بالضرورة انه انا ادخل الانبوت انا عندي من الكوماند لاين انترفيس، لانه انا ممكن اخذ الانبوت من واجهه من جرافيكال يوزر انترفيس او من واجهه على الويب، او عباره عن متغير او قيمه انا استقبلتها من الشبكه من النتورك او من الانترنت تمام. ويفترض انه امررها للداله كباراميتر، مش اخذها انبوت انا عندي هنا تمام. هاي ال 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 الشغلة أو التقييد الأول. والتقييد الثاني إنه النتيجة تبعت الدالة طبعتها على الشاشة برضو على الكوماند لاين انترفيس. ممكن النتيجة هاي إنه أنا أحتاجها أمررها لدالة تانية، أو أجمع عليها قيمة، أو أعمل فيها أي شيء تاني تمام. فبالتالي انت قيدتني انه النتيجة بدها تنطبع على الشاشة، مش هقدر اتصرف فيها ولا اعمل ولا اي شيء.
طبعا هذا مثال استدعاء الدالة. هنا دخل الاسم، دخلنا أحمد طبعا من الكيبورد، وهنا طبعا النتيجة على الشاشة. طبعا البيست براكتس هنا انه الانبوت والاوتبوت بعمله خارج الداله، بعملش انبوت ولا اوتبوت داخل الداله بالمره. يعني على سبيل المثال انه انا عندي هذه الداله عباره عن داله جمع، تمام، اد تاخذ اكس وبتاخذ واي، فبالتالي هدول بيمثلوا انا عندي الانبوت، مررتهم كباراميترز، ما عملت لهم مش انبوت هنا جوات الداله من خلال جمله انبوت زي ما كان في الدالة السابقة اللي احنا شرحناها اللي هي هاي، تمام. فهنا دخلناهم كباراميترز، وهنا النتيجة انا عملت عملية جمع وعملتها ورجعتها في قيمة بريتيرن. طبعا ريتيرن معنى ذلك انه القيمة بتم ترجيعها للطرف اللي تم استدعائه، فبالتالي هنا الاستدعاء صار انا عندي في جملة طباعة، فبالتالي النتيجة حتنطبع على الشاشة. فهنا أنا عندي تم استدعاء الدالة 3 و 4 add 3 و 4، تمام، وعملت طباعة على النتيجة. برضو هنا كمان استدعاء بس بيراميترز مختلفة. لاحظوا هنا الاستفادة إنه أنا الدالة هذه استخدمتها أكثر من مرة، إعادة استخدام، يعني بدل ما أعيد أكتب الكود هذا، تمام، إنه أنا استدعيتها أكثر من مرة، طبعتها على على الشاشة، استدعيتها أكثر من مرة وطبعت النتيجة على الشاشة. هنا أنا استفدت من القيمة اللي بترجعها الشاشة، عفوا الدالة، إنه أنا خزنت القيمة هاي في الريزلت. طبعا هذا بفضل الريتيرن، لأنه حيتم استدعاء الدالة هنا، تمام، ومررت له 3 و10، حيتم جمع الناتج وتخزينه بفضل جملة الريتيرن هنا في الفاريبل ريزلت. الآن الفاريبل ريزلت أنا حر فيه، بدي أطبعه، ممكن أطبعه مباشرة. قبل ما أطبعه بدي أجمع عليه قيمة، بجمع عليه قيمة زي هيك، فهذا بيديني مرونة، تمام. فبالتالي إنه أنا أطلع الانبوت والاوتبوت خارج الدالة، هذا بيعطيني مرونة بشكل كبير، تمام. الآن نعيد الدالة هذه اللي هي say hello، هذه بدنا نعيدها بنظام البست براكتس. إنه إحنا إيش بدنا نسوي؟ بدل ما النيم هذا نعمله كانبوت جوات الداله، بدنا نمرره كباراميتر، تمام. وبالتالي هنا ممكن انا اعمل انه المسج بتساوي، هي عباره عن كونكاتينيشن بين الهالو والنيم اللي احنا مررناه، وبدي اطبع اعمل اضافه للرساله هذه طبعا في سطر جديد سلاش ان ويلكم تو بايثون 2، واعمل ريتيرن لهي المسج. فبالتالي هنا في الاستدعاء هاي المرونة الأولى، إنه أنا لما استدعيت الدالة مررت الباراميتر هنا بشكل مباشر. وهنا في الاستدعاء الثاني هنا إنه أنا إيش عملت؟ عملت الانبوت للنيم هنا خارج الدالة، تمام، دخلته من الكيبورد وخزنته في متغير نيم واحد، وهنا مررت النيم واحد، تمام. فبالتالي هنا أعطاني حرية ومرونة في استدعاء الدالة وتمرير الباراميتر، ممكن أمرره مباشرة أو ممكن أخده بالكيبورد، في ساعتها أنا بكون أخذته خارج الدالة ومررته في متغير بهذا الشكل. وكذلك على المرونة، إنه أنا في عندي هنا المسج عملنا لها ريتيرن، رحنا ضفنا عليها، خزنت النتيجة أنا عندي في ريزلت، والنتيجة هذه رحت ضفت عليها جملة إضافية إنه بايثون is cool طبعا بطبيعة الحال. فبالتالي هنا دخلت نيم علي، دخلته من الكيبورد، طبع لي هلو علي ويلكم تو بايثون 2، والنتيجة هذه خارج الدالة رحنا ضفنا عليها هاي الجملة اللي هي بايثون سكول، اللي هي بتمثل أنا عندي السطر 3، نتيجة السطر 3، تمام. هذا بخصوص الدوال تعريفها والفائدة تبعتها، تمام، اختيار أسمائها طبعا، والبست براكتس. فبالتالي خلاص بدنا نتفق انه البست براكتس انه انبوت اوتبوت خارج الداله، خلاص من الان فصاعدا. طبعا عشان نتعود على الدوال ممكن ناخذ بعض الامثله لانه نعمل احنا بانفسنا نعمل ري امبلمنتيشن لبعض البيلت ان فانكشنز اللي موجوده في البايثون. يعني على سبيل المثال في عندي في داله الماكس،
احنا بدنا نعيد تعريفها. طبعا بدنا نعيد تعريفها باسم مختلف، انا اسميها ماي ماكس لانه ماكس موجود انا عندي كبلت ان. طبعا دالة الماكس بتوجد اكبر رقم موجود انا عندي في الليست، طبعا ببرر لها ليست الواحد، تمام، توجد اكبر رقم انا عندي في الليست. طبعا هنا في الليست ممكن انه انا اعرف الماكس انه يكون هو عبارة عن اول عنصر الواحد اوف الزيرو، تمام، وبروح بلف على كل رقم انا عندي موجود في الليست. اذا كان الرقم هذا اكبر من الماكس ساعتها النمبر هذا هو بيصير الماكس، بنخزن في الماكس نمبر هذا النمبر بهذا الشكل، تمام. طبعا بعد ما اخلص اللوب انا عندي بيكون فعلا اتحدد الماكس وبعمل ريتيرن للماكس بهذا الشكل. تمام، طبعا المينيموم نفس الفكرة، بس انا هنا بدل اشارة اكبر من ده تصير اشارة اصغر من، ونفس الفكرة انه المينيموم احنا بنعتبره اول عنصر، ولو في رقم اصغر منه حيوجده لانه احنا فعليا بنلف في هذا اللوب على كل الارقام، تمام، وبنرجع المينيموم. طبعا هنا في سينتاكس ايرور، خلصنا نعتبره هنا من نمبر، وهذه ماي من بس عشان تكون الامور واضحة. اوكي تمام، دالة السم بنسميها طبيعة الحال ماي سم، بتاخد ليست تمام وبترجع لي المجموع تبعها. طبعا لازم اعمل initialization للتوتال بزيرو، المجموع بصفر ببدأه، تمام، بلف على كل الأرقام اللي موجودة عندي في الليست وبعمل إنه total plus equal بصير جمع بشكل تراكمي للنمبر، وبعديها براجع التوتال. طبعا أنا عندي دالة الماي لين، دالة اللين أصلا بترجع الطول تبع ليست معينة، تمام. فبالتالي كيف احنا ممكن ان احنا نسويها، بنعرف الكاونت بزيرو وبنروح بنلف على عناصر الليست هذه وكل مرة بنزود على الكاونت واحد، هيك فعليا احنا بنكون عرفنا ال 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 الطول تبع الدالة. يعني هنا هاي الدوال ممكن ان احنا نجربها هنا بهذا الشكل، تمام، وانه احنا نعرف هنا الواحد بس عشان انه احنا نسترجع نص، يعني انه انا عندي 1 4 7 9 13 76 76. اوكي هذه الواحد، تمام، في عندي دالة الماكس، هذه دالة بلت ان بعطيها الواحد، يفترض انه هي تجيب لي 76. دالة المن تجيب لي أصغر رقم، يفترض إنه هي تجيب لي الواحد، تمام. بعديها عملنا دالة السم، ممكن إنه أنا أعمل سم الواحد، فهو إيش راح يجمع؟ يجمع الواحد مع الأربعة مع السبعة مع التسعة مع التلاتاش مع الستة وسبعين، والناتج بيكون عندي 110. طبعا عندي دالة اللين، طبعا اللي هنا في الشاشة على اليمين هذه البلت ان اللي موجودة اصلا بالبايثون، هذه انه احنا عدنا الامبلمنتيشن تبعها، فقط انه احنا نتمرن على الدوال اكثر، بس احنا هنا بنسترجع او بنراجع مع بعض بشكل سريع انه كيف الدوال هذه شو بترجع. لين الواحد معنى ذلك ان هي حتعد العناصر، انا عندي 1 2 3 4 5 6، تمام. فهنا الفكرة تبعتها انه بنعرف انه الكاونت زيرو وبنلف على كل العناصر وكل مرة بزود واحد. طبعا في عندي دالة الديف مود، الديف مود مرض علي سابقا انه بديها مثلا 23 و5، ف23 على 5 انا عندي الناتج كعدد صحيح 4 وباقي القسمة 3، فبترجع لي اياها كطبل، انا عندي الناتج 4 وباقي القسمة
3، فبسويها بهذا الشكل. الناتج كعدد صحيح إنه هو عبارة عن الX تقسيم تقسيم الY، فهذا الناتج كعدد صحيح. وهنا باقي القسمة خزنته في متغير reminder، تمام، اللي هي عبارة عن الX mod الY، وبالتالي برجع الريزلت والريمايندر بهذا الشكل. طبعا في عندي دالة الباو، اعتقد اسمها زي هيك، بعطيها 2 و3، فبترفع الاثنين للقوة 3 اللي هي 2 × 2 × 2. طبعا انا ممكن اعملها implementation بهذا الشكل، انه الـ X مرفوع على القوة Y بهذا الشكل. وفي عندي دالة الابس، دالة الابس بترجع لي القيمة المطلقة، انه انا مثلا لو دخلت 3، القيمة المطلقة لـ3 طبعا بطبيعة الحال 3، لو دخلت مثلا -9 بترجع لي 9، فبتطلع لي القيمة العددية بدون اشارة، بغض النظر عن الاشارة، يعني انه لو كان موجب بترجع لي زي ما هو موجب، واذا كان سالب تمام بترجع لي انه كقيمة بدون اشارة السالب، -9 بترجع لي اياها 9. فالفكرة تبعتها هنا بروح بفحص إذا كان الرقم هذا أكبر من أو تساوي الرقم، بروح برجع الرقم نفسه. else معنى ذلك إنه الرقم أقل من الصفر، معنى ذلك إنه الرقم سالب. فهنا ممكن نحط ملاحظة إنه هذا الرقم عبارة عن نيجاتيف، تمام. فكيف بدي أجيب الموجب تبعه؟ بس مجرد إني أضربه بماينس 1. طبعا هنا أنا عندي الدوال هاي الاستدعاءات تبعتها، إنه إحنا بس مجرد إنه إحنا نجربها، جربنا الماي ماكس 5 تمام عشان نتأكد إنه شغالة صح ولا لا. فبالتالي هنا لو دخلنا نفس الاستدعاء هذا زي هيك ونجربه بالبيلت إن، لو حكينا هنا الواحد بتساوي، نحط في الاثنين بتساوي 1 2 5، لو عملنا ماكس الاثنين بطلع 5، نفس الناتج بالضبط زي استدعاء الماي ماكس. لو حطينا ماي من، حطينا هنا من الاثنين ترى بيطلع عندي 1 السم 8 مظبوط تمام. اللين ثلاثة مظبوط تمام. هنا الديف مود ممكن نعطيه 23 و5، طلع أنا عندي 3 و4، وهنا 3 و4 مظبوط. طبعا الباور ممكن إن إحنا نعيد الباور هنا على نفس باو، طلع نفس الرقم تمام. وبعديها أنا عندي دالة الأبس لناقص 12، تمام، طلعنا عندي 12 هنا بنفس الشكل. طيب اوكي، هاي الفانكشن كلها صارت هيها موجودة عندي جاهزة، حطيناها في هذا الملف sum built-in functions. هاي عندي الماي ماكس الماي مين الى اخره من الدوال، صارت موجودة عندي في هذا الملف. الان بدنا نحكي في جزئية انه احنا بدنا نرتب الدوال أنا عندي في ملف، وإنه أنا ممكن أن أستدعيها في ملف تاني. فبطبيعة الحال إنه ممكن يكون في عندي في البروجكت أكثر من ملف، وبدي أستدعي من الملفات هذه الدوال. طبعا في عندي طريقتين في الاستدعاء. الطريقة الأولى، طبعا أنا عندي هاي البروجكت تمام، والدوال أنا عندي موجودة في ملف هذا الباك تمام، وهي أنا عندي sum built in some python built-in functions تمام. هذا هو الملف.
تمام؟ هذا ملف بدنا نستدعيه هنا في الطريقة الأولى. كيف؟ نكتب from اسم المجلد import الملف بدون py. ممكن أكتب لك إياها هنا كملاحظة، إنه from directory import file name without py طبعاً بطبيعة الحال. تمام، فبالتالي إنه أنا بدي أستخدم أي دالة موجودة في الملف هذا، مجرد هنا في الاستدعاء بروح بكتب اسم الملف اللي أنا عملت له import هذا dot اسم الدالة بهذا الشكل. هنا لما أشغل اشتغل معايا بهذا الشكل. فبالتالي هنا اوكي هنا بس عشان التوضيح، إنه أنا في عندي كان calls، الكولز هذه ممكن نعمل هيك كومنت، بالتالي هنا عند التشغيل اوكي هاي الاستدعاءات نتيجة تبعتها بهذا الشكل. يبدأ الطريقة الأولى إنه من اسم المجلد import الفايل نيم اللي فيه الدوال بدون py، بدي أي استدعي أي دالة موجودة في هذا الملف، اسم الملف تمام دوت اسم الدالة. طبعا هنا إنه ممكن انه انا ابسط، انا عندي الاستدعاء بهذا الشكل كيف بده يصير. انا عندي خليني اعمله في ملف جديد، انا بدي اسميه كول واحد واحد الطريقه الثانيه تمام. وهنا في هذه الطريقه بحكي هنا as مثلا فن بهذا الشكل. فبالتالي هنا وكأنه أنا بستدعي هذا الملف as كاسم جديد سميته فن. فبالتالي هذا الملف هذا الاسم بصير إني أستخدمه هنا بهذا الشكل تمام. وهنا لو عملت فن دوت بيجيب لي كل الدوال اللي أنا عملتها implementation في هذاك الملف هناك. فبالتالي هذه بتسهل علي، لو كان اسم الملف طويل زي هيك ممكن استخدم الاز بهذا الشكل. طبعا هنا كتنفيذ نفس النتيجة بالضبط تمام. طيب في عندي الطريقة الثانية في الاستدعاء انه انا بكتب زي ما اتفقنا من المجلد dot الفايل نيم بدون by import star، معنى ذلك انه انا بدي اعمل import لكل شيء موجود في هذا الملف. جاي هنا بدي اكتبه هنا كملاحظة from dir name طبعا dot file name طبعا بطبيعة الحال بدون by import everything لستار بطبيعة الحال تمام. فبالتالي هنا بتيح لي انه انا استخدم الدوال اللي موجودة في هذا الملف، لانه انا كلها استوردتها بدون ما انا اكتب اسم الملف دوت اسم الدالة. فبالتالي هنا بعمل import لكل حاجة. وهنا كتنفيذ انه نفس الطريقة. ممكن انه انا عندي هنا في اثنين الطريقة الثانية في الاستدعاء، انه نعملها بطريقة ثانية، انه انا بديش استورد كل حاجة، بدي استورد دالة معينة هنا. فبالتالي هنا بكتب اسم الدالة مثلا my max، فبالتالي فقط بستورد هاي الدالة. فزي ما تشوفتوا انه البيشار معلم لي هدول، انه هدول function unresolved، معنى ذلك انه مش معرفات، ففقط انا استوردت دالة واحدة. لو كان انا كنت معني بس اني انا استخدم دالة معينة، بس بعمل استيراد لهذه الدالة، وهي تنفيذها انه بس دالة الماكس انا عندي من هنا. فبالتالي هاي شفنا حوالي اربع طرق انه انا اعمل import لملف by في مجموعة من الدوال، اني انا اعملها import واستخدمها بملف تاني. كملخص، الطريقة الاولى بكتب من اسم المجلد import اسم الفايل بدون by، وهنا بدي استخدمه بدي اكتب اضطر اكتب call اسم الملف هذا زي هيك dot اسم الدالة.
ممكن أخلي هاي الشغلة لطيفة زي ما حكينا في الطريقة الثانية أو الأسلوب الثاني في الطريقة الأولى، إنه أنا إيش أعمل؟ إنه أعمل rename، إعادة التسمية لهذا الملف باستخدام الـ as، إنه هذا الملف حده يصير اسمه اسم جديد اللي هو الفن، فبالتالي إنه بستعيد عن الاسم الطويل هذا بالاسم هذا، فبالتالي إنه بكتب هذا الاسم dot اسم الدوال وبستدعيها بهذا الشكل. الطريقة الثانية إنه إحنا إيش بنسوي؟ من اسم from اسم المجلد dot الفايل نيم import everything اللي هي الستار. طبعا هنا الفايل نيم طبيعة الحال بدون بي واي، في هذه الحالة تم استيراد جميع الدوال، وهنا بقدر استدعي الدوال مباشرة بدون اكتب بريفكس او اكتب اسم ملف دوت. تمام. طبعا الاسلوب الثاني هنا في هذه الطريقة انه ممكن استدعي دالة محددة، انا مش معني باستيراد كل الدوال من ملف معين، بستدعي دالة محددة فبعملها بهذا الشكل from اسم المجلد dot اسم الفايل import ل specific function. تمام. فبالتالي انه استدعيت فقط هذه الدالة، باقي الدوال بقدرش استدعيها في هذا الملف او اعني انني استخدمها لانه مش معمول لها import. تمام. هذا كل ما يتعلق بالدوال. طبعا كملخص انه بنركز على موضوع انه الدوال استخدامها لتبسيط الكود او انه شغلة بتلزمني بشكل متكرر فبكتبها في دالة، بكتبها مرة واحدة وبستدعيها اكثر من مرة. طبعا البيست براكتس زي ما حكينا انه الانبوت والاوتبوت يكون خارج الدالة.